مشاهدينا الكرام في كل مكان، منذ دقائق غادر الرئيس مقر الأمم المتحدة متجها إلى الطائرة الرئيسية التي تقله بسلامة الله إلى القاهرة، بعد أن أمضى أياما في نيويورك، هنا لقاءات رئاسية، لقاءات ثنائية، لقاءات وإلقاء كلمة مصر في الأمم المتحدة، مجموعة كبيرة من الفعاليات الرئاسية التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية. للتو كنا في القاعة حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مجموعة 77 زائد الصين، وألقى كلمة مصر في الكلمة الافتتاحية في هذا المنتدى، وعول كثيرا وركز كثيرا على أهمية التكنولوجيا والتكنولوجيا البازغة التي يتم استثمارها واستغلالها واستخدامها في وسائل التجارة، وهذه الأدوات الجديدة في يد الشباب. لابد أن ينتبه الجميع إلى كيفية الاستخدام الأمثل، وكيفية تنمية التجارة البينية بين الدول، وكيفية استخدام التكنولوجيا بشكل يحقق المكاسب لجميع الأطراف. ربما كانت كلمة الرئيس أمام قمة 77 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وباقي أعضاء هذه المجموعة، كان بمثابة أيضا انطلاقة جديدة لدور مصري جديد. يعني كنا فيما مضى 2014 15 16 17 مصر في البداية كانت بتقدم نفسها للعالم، تشرح وتدافع عن الموقف المصري وما يجري في مصر، وبأنه مصر كانت مختطفة. كل هذا استغرق ربما عامين في البداية. وصلنا الآن إلى مرحلة جديدة، وصلنا الآن إلى منطقة جديدة، وهي أن العالم، وهذا بحق، بيسأل مصر كيف نفكر في حل القضية، مثلا القضية السورية، كيف يمكن حل حالة الأزمة الليبية. أصبحت الآن مصر هي المرشد للدول سواء إقليميا أو دوليا. يعني تحولت دور المصري من مدافع عن ما يجري في مصر في بدايات ثورة 30 يونيو، الآن أصبح العالم بينظر إلى مصر نظرة أخرى مختلفة تماما، وهي أنها دولة بتمثل جزء الأكثر فعالية وأكثر تحركا في المعادلة السياسية الدولية.